تحية طيبة لكل متابعي قناة الخبير الفلكي والروحاني سينما. موضوعنا اليوم عن الأبراج المتأثرة بعقدة الذنب، وأخص الأبراج الصينية. لكن قبل لا أتحدث بشكل له علاقة بالتحليل النفسي لأصحاب هذه الأبراج، أحب أن أوضح شنو معنى عقدة الذنب. أول من تحدث عن عقدة الذنب هو العالم أو عالم النفس العالمي سيجموند فرويد. مرات نشوف بعض العوائل اللي تأتي من خارج القطر يحاولون أن يربون أبنائهم على فتربية خاصة ضمن برستيج معين أو ضمن مفاهيم وأفعال بعيدة عن أبناء المجتمع أو بعيدة عن أقرانهم في المجتمع. فمثلا يمنعون الطفل من أن يلعب بالشارع مثلا أو في الشارع مع الأطفال اللي من سنه. يحاولون دائما أنه يمنعوا من الاحتكاك مع الأشخاص اللي من نفس سنه ومن نفس عمره. يحاولون دائما أن ينطفد مفاهيم معينة تكاد تكون مثالية أو شبه مثالية داخل البيت. هذا الطفل بمجرد أن كبر وأصبح شاب ونشأ واحتك بالمجتمع راح يجد بأنه أو راح يواجه صعوبة كبيرة جدا وصدمات كثيرة جدا من خلال المجتمع، لأنه تربى على مفاهيم مختلفة اختلاف جذري عن المفاهيم اللي يشوفها من حوله، أو يحاول قدر الإمكان أن يضخم من بعض الأمور اللي يتلقاها من قبل الآخرين، وبالتالي قد يقود هذا في بعض الأحيان حتى إلى الجريمة. بشكل ملخص فرويد قال كالآتي: الطفل عندما يتربى أو يتلقى منذ صغره مفاهيم مثالية أو تكاد تكون شبه مثالية سرعان ما تتجذر بالعقل الباطن، وعندما يكبر ذلك الطفل يواجه مجتمع فتتضخم هذه يتضخم ذلك المخزون الموجود في عقل الباطن، وبالتالي يواجه صدمات من قبل الناس اللي من حوله، قد تودي به إلى عقدة كبيرة جدا تسمى فيما بعد بعقدة الذنب. ننطي مثال آخر على عقدة الذنب. فتاة تنشأ في بيئة الأم مسيطرة على الرجل، وبالتالي جميع مقاليد الأمور في يد الأم. فهذه الفتاة تفتح عنها الدنيا تجد بأنه أبوها هو المطيع والأم هي اللي تسيطر على البيت بكاملة وهي اللي تمشي أو تدير شؤون البيت ولا أحد يقف أمامها. لكن في نفس الوقت هذه الفتاة تحب والدها لأنه شخصية الأب أو الأبوة موجودة أيضا في من قبل الأب أو من قبل شخصية الأب بالنسبة لها، فيتميل بشكل أو بآخر إلى أو تنجذب بشكل أو بآخر إلى والدها. سرعان ما تكبر هذه الفتاة تحتك بالمجتمع، تحتك من خلال المدرسة، من خلال الجيران، من خلال الناس اللي من حولها، من خلال أقرانها، فتجد بأنه شخصية الأم هي شخصية مبتذلة، شخصية متجبرة، شخصية مكروهة. هذه الفتاة تكره أمها، تكره شخصية أمها الحقيقة، تكره بأن تأخذ شخصية أمها في الأدوار المستقبلية، فبالتالي تأخذ على عاتقها أنه تعاملها مع زوجها بالمستقبل ما يكون مثل تعامل الأم، فتحب أن تكون شخصية مختلفة تماما عن شخصية الأم. وقد تنجح هذه الفتاة عندما تكبر وعندما تتزوج من شخص معين، نجد بأن هذه الفتاة ممكن تنجح في البداية لأنه ما أخذت شخصية أمها، لكن تبقى شخصية الأم متجذرة بالعقل الباطن. ففيما لو واجهت هذه الفتاة ظرف معين أو صدمة معينة، راح نجد لا شعوريا شخصية الأم تظهر في هذه الفتاة، فتظهر شخصية الامرأة المتجبرة والمتسلطة، فتبدي تعاتب زوجها أو تبدي تختلف مع زوجها لأبسط الأشياء، فتبدي تذكره قبل 5 سنوات أو قبل 6 سنوات أنت وبختني، أو قبل 4 سنوات أنت اتصرف التصرف معين تجاهي. فتبقى هذه التصرفات، التوبيخات، الكلمات البذيئة اللي كانت قد صدرت من الرجل، تبدي هذه الفتاة تضخمها بشكل كبير جدا. ليش؟ لأنه هي ما معتادة أو ما شايفة في حياتها أب موبخ أم،
يعني ابوها وابو امها في السابق ما شاف هذا الشيء، ولا شايفه انه ابوها واقف بوجه امها، ولا شايفه انه ابوها محاسب امها. فبالتالي لما تشوف هذا الشيء موجود عند زوجها فتعتبره شيء كبير جدا، وتعتقد بانه وقع عليها ذنب كبير جدا بسبب هذه التصرفات. والحقيقه هذه التصرفات هي قد تكون تصرفات اعتياديه جدا في بالمجتمع، وتحدث في كثير من العوائل. والحياه الزوجيه عاده تكون يعني مليئه بالتصرفات الغير سويه، بالاشكاليات، بكل شيء يحدث ما بين الزوج وزوجته. لكن ليش هذه الفتاه بالذات تحاول او تكبر بالامور وتستذكر هذه الامور من خلال عقل باطن؟ لانه شخصيه الام مغروزه في داخلها، وشخصيه الاب ايضا مغروزه، فهي تريد من زوجها ان يكون بالضبط مثل ابوها، وهي عاده تعشق او عشقت والدها، مو لانه كان شخص ما يمتلك شخصيه الرجوله، لا، هي عشقتها للحنان الابوي، فاعتقدت بانه الاب هو الشخصيه المثاليه، والام هي كرهت هذه الشخصيه، لكن بقت متجذره بالعقل الباطن بالنسبه لها، فراحت بين فتره واخرى تظهر عندها شخصيه الام، وتريد من زوجها ان يكون بالضبط مثل أبوها. طبعا قد مع الفارق الكبير قد يكون هذا الزوج متربي على تربية مختلفة تماما أو شخصيته مختلفة تماما عن شخصية الأب بالنسبة لها. متى تظهر هذه العقدة، عقدة الذنب؟ لما هذه الفتاة ترى الأم أو تقترب من الأم، فهنا لما تشوف الأم وتصير قريبة من عندها تبدي شخصية الأم تتحفز وتحفزين العقل الباطن مالتها. ولما تكون في مصدر قوة، سواء كان قوة مالية أو قوة اجتماعية معينة، فهنا راح تبدي تتجذر شخصية الأم بداخلها، وتبدأ على خلاف قد يؤدي ذلك إلى الانفصال بينها وبين زوجها بالمستقبل. طبعا من اللي يعني المسؤول عن عقدة الذنب؟ المسؤول الأكبر هو العائلة، الأم، الأب. يعني هذا الأب اللي يربي أولاده على تربية تكاد تكون شبه مثالية، ولا ينظر إلى المستقبل، ولا ينظر إنه عايش في بيئة، هذه البيئة تختلف عن البيئة اللي هو يرسمها إلى أولاده. أنا أعتقد هذا الأب بكثر ما حصل عن من شهادات علمية، هذا لا يمتلك قريحة ثقافية، وبالتالي راح يكون هو السبب في دمار أولاده بالمستقبل. وهذه الأم اللي تتعامل مع زوجها داخل البيت برجولة، يعني بين قوسين أم مسترجلة، بين قوسين هذه الأم أو هذه الزوجة لا تعي أنه في المستقبل بناتها راح بشكل أو بآخر، حتى وإن كانوا راضيها، راح تبقى مخزونة بالعقل باطن شخصيتها، وبالتالي ممكن أن يؤدي ذلك إلى انفصال حتمي يؤثر على الحياة الزوجية والحياة الأسرية بالنسبة إلى بناته في المستقبل. هذا بشكل ملخص عن عقدة الذنب، وهي حقيقة موجودة في مجتمعنا بشكل كبير جدا. لكن هنا اللي يهمنا منو من الأبراج اللي تتفاعل بسرعة مع عقدة الذنب. بالمناسبة معظم الأبراج تؤثر عليها عقدة الذنب، لكن هنالك بعض المواليد الأبراج اللي عندهم القدرة على أن يتخطون هذه العقدة، أو من خلال قوة شخصيتهم بإمكانهم أن يتحدون هذه العقدة النفسية اللي الآتية منذ الصغر. لكن أكثر الأبراج من خلال طبعا التجارب اللي شفناها، من خلال التعاملات مع كثير من مواليد الأبراج، نقدر نقول أكثر الأبراج التي تتأثر بعقدة الذنب هم الأبراج الحساسة، والأبراج الاتكالية، والأبراج اللي عندهم نوع من الغرور، وعندهم نوع من المثالية، وينقادون بشكل أو بآخر إلى العائلة. هؤلاء أكثر شيء أبراج الأرنب، الأرنب في القمة، إضافة إلى هذا الكلب والخنزير نوعا ما. طبعا نضيف أيضا مولود برج الحية ممكن أن يتأثر أيضا بعقدة الذنب بشكل كبير، وأيضا العنزة. تحياتي ورمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير. الفلكي والروحاني سينما.